تزوجت امرأة في حياتها أكثر من زوج أحدهم بعد الآخر، فإذا ماتت فمن يكون زوجها في الآخرة؟ هناك رأيان للعلماء في ذلك. رأي يقول إنها لآخر أزواجها، ودليله أن هجيمة بنت حيي الأوصابية وهي أم الدرداء الصغرى خطبها معاوية بن أبي سفيان فأبت وقالت: سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة لآخر أزواجها، ولست أريد لأبي الدرداء بديلا. وهو حديث صحيح رواه الطبراني وأبو يعلى في رجال ثقات، ولفظه أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها، وكما فعلت أم الدرداء فعلت زوجة حذيفة. وهناك رأي آخر يقول إنها ستكون لأحسنهم خلقا، وإن خيرت بينهم اختارته. واستأنس هذا الرأي بحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير عن أنس قال: قالت أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت المرأة يكون لها زوجان في الدنيا فتموت ويموتان ويدخلون الجنة، لأيهما تكون؟ قال: لأحسنهما خلقا كان عندها في الدنيا. يا أم حبيبة، ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. فلنترك الأمر إلى الله، فهو من المغيبات التي لا نلتزم في اعتقادها إلا بخبر قاطع في ثبوته ودلالته. ولعل القول بأنها تكون لأحسنهم خلقا أنسب لما تكون عليه الجنة من نعيم عظيم لا غل فيه ولا هم ولا حزن. والله أعلم.